السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم هذا الموديل الرائع والرائع جدا، تنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله نبدا. بالنسبه للنحيفات فيكفي انكم تثنيوا الثوب على اربعه، يعني انكم تفصلوا مباشره على القماش بهذا الشكل هذا، بحيث انكم تخليو هنا واحد سنتيم للامام للسفيفه، واحد سنتيم كافي، وإذا كانت السفيفه رقيقه فانتم خليو قيمه اقل، يعني واحد سنتيم مزيان بالنسبه للسورجي وهذا، وممكن انكم تستغناو على السورجي في السفيفه بطبيعه الحال بهذا الشكل هذا. بالنسبه للسمينات فعملت فيديوهات كثيره على كيفيه وضع الباترون على القماش، يعني الطرق تختلف من طبيعه الحال، ما تيبقاش كافي اننا نثنيو الثوب على اربعه، تيولي محتاجين ثوب اكبر. نتراسيو الكورساج المعتمد ديالنا اللي الطريقه ديالو غادي تلقاوه في قائمه تشغيل الدوره التدريبيه، واللي لقى اقبال كبير وكبير بزاف، واللي اعتمدوه العديد من المتابعين الافاضل، واعتمدوه ايضا مشتركي الدوره التدريبيه المجانيه، واللي عطى نتيجه يعني رائعه ومفرحه جدا جدا للتلميذات اللي تعلموا عن طريق القناه ديالي، يعني واللي كانوا في منتهى الروعه. تعرفوا ايضا على هاد لاستيوس هادي اللي او الخدعه اللي عملت هنا، الا بغيتوا تعرفوا عليها ففيديوهات فقط ممكن انكم تعرفوها طالعوا عليهم. هذا غادي يشكل لنا الان الامام، والامام دائما اعلى من الخلف، يعني هذا الجزء هذا ديال 1 سنتيم غادي يصبح الان ديال الخلف. الا بغيتوا تعرفوا هذا الشيء فما عليكم الا انكم تشوفوا الفيديو من طبيعه الحال باش ما يكونش تكرار، والفيديوهات كبيره. ايضا الامام حرده الابط اصغر من الخلف 1 سنتيم. هنا تلاحظوا بان هذا الموديل هذا بدون اكمام، بالتالي دائما تنضيق حرده الابط، يجب ان تكون ضيقه، وبالتالي نطلعوا بالقيمه اللي احنا بغينا ان حرده الابط تكون ضيقه بها. بالنسبه لهذا الكورساج هذا فاحنا تنطلعوا بقيمه 3 سنتيم معتمده. بالنسبه لكورساج الاخرين ف انتوما ضيقوا هذا الجزء هذا حسب شنو بغيتو، يعني قداش باغين هاد الحرده تكون. ثم غادي ننزلوا بنفس الطريقه 10 سنتيم ونقادوا الامام والخلف بهذا الشكل هذا، غادي يصبح عندنا هذا هو خط الصدر الجديد كيف وريتكم بزاف ديال المرات. هذا نحيدوه من طبيعه الحال، هنا نديرو شكل جميل بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل نعطيو شكل جميل لهذا الجزء هذا. هنا غادي تكون قطعه، يعني نطلعوا هنا ب 1.5 ونقادوا بهذا الشكل هذا صافي ونقطعوا، وهنا ناخذوا الايفازي بالكامل في الاسفل، يعني هذه هي فقط الاجراءات بكامل البساطه، ونقطعوا للاشاره. احنا قيمه الخياطه خليناها منذ البدايه، نتوما الا ما خليتوهاش من طبيعه الحال دائما تنبداو الخلف، كيف تلاحظوا الان في الفيديوهات ديالي كلهم الا كنتو متابعين فغايجيكم هذا الشيء اللي تندير لحد الساعه سهل بزاف. ثم غادي نقطعوا من هنا ها الامام ها هو الخلف بدون خياطه، حيدوهم لهاد الشيء هادو باش نكملوا هاد الاجزاء ديالنا. هذا الامام راسي الخلف نقصوا هاد القيمه هادي ها هو واجد،
والامام نخدموا عليه نشتغلوا عليه شويه، يعني نعاودوا نطراسيو فقط العنق ديالنا في اخر باش تعرفوا حتى طريقه العنق. من هنا واحد سنتيم اللي زدناه، هاد الواحد سنتيم دائما للداخل. نفهم لكم هاد النقطة هذه، بزاف اللي ما فهموهاش. نقادو العنق ديالنا، هاد النقطة هذه بزاف اللي ما فهموهاش ديال السفيفة. السفيفة هاد الجزء ماشي بحال الاعتيادي اننا تنخيطوها من الداخل، ونولي تنخيطوها من الخارج. نشرحها لكم الان، وان شاء الله غادي تكون ورشه لتعلم السفيفه. غيصبح عندنا بهذا الشكل هذا السفيفه. تنشدوا هذا الجزء هذا واحد سنتيم قبل هنا، تنديروا غير لي السياج في الاول، ثم تنفتحوا. باش نعطيكم لي زيتاب صحاح، تنفتحوا نتنيو هاد الواحد سنتيم بلا سورجي، ما عندنا ما نديرو به لان السفيفه تضرق كلشي، والنيت باش ما يطلع ليناش السفيفه ديالنا وغلطها بهذا الشكل هذا. تنقادو السفيفه هنا، ثم نقادو السفيفه هنا، ثم تنقادو العقاد ديالنا، ثم تنجمعو بالكابلي. هذيك هي الطريقه ديال السفيفه. غيصبح عندنا هادو هما الاجزاء، حتى هذا نفس الشيء. نجمعوا واحد سنتيم، هذا الجزء هذا هنا في الاسفل غادي نخيطوا عليه من طبيعه الحال. نجمعوه مع هذا الجزء اللي في الخلف هو الاول، نجمعوهم مع بعضياتهم. من بعد ما نمونطيو السفيفه ديالنا ونقادو اموراتنا وكلشي، ثم غادي نجيبو الطرف اللي غادي نوريكم ديال الدغابي اللي من الفوق، وغادي نخيطوه معاه هنا. عاد غادي نخيطوه مع هذا الجزء هذا الفوقاني. الان هذا هو الجزء السفلي، باقي لنا الجزء ديال الدغابي. الجزء ديال الدغابي هو بدون باترون كيف غادي تشوفوا، هو تقنيه فقط، واللي غادي تجمعوها يعني من بعد ما تمونطيو اللبسه ديالكم غادي تجمعوه، تجمعوا الثوب بالطريقه اللي غادي نوريكم، وغادي يخرج لكم الشكل رائع ورائع جدا. غتاخذوا قطعه قماش مستطيله تكون طايح من طبيعه الحال، شحال ما كان طايح كان مزيان، يعني رطب دائما اكبر من قيمه الحوض. نثبتوا هذا الجزء هذا يكون مخيط في الوسط، فتا هو غادي يكون بالسفيفه والعقاد. احطوا الطريقه، غادي نجيو للوسط هنا، يعني هذا الوسط ديال الكورساج، الوسط ديال الوسط هنا. غناخذوا الوسط على الوسط ونحطوه ونثبتوا لغايه هاد الاوساط هذه، يعني ناخذوا الربع ناخذوا هذا الجزء، ونفس الشيء الخلف ناخذوا الوسط ديال الثوب، يعني ما كاينش تقنيه خياطه، فقط تقنيه مونتاج بهذا الشكل. هذا هو الدرس ديالنا لليوم والباترون ديالنا لليوم. تنتمنى ان الشرح ديالي يكون واصل، وان اللي حطت الطلب تكون استفدت من هذا
بهذا الفيديو هذا. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعة الحال شاركوا في القناة ديالي، علقوا ولو بكلمة، اي سؤال او طلب ضعوه اسفل الفيديو، لا تنسوا كبس زر الجرس ليصلكم جديدي. بالنسبة لمتدربي دورة التدريبية المجانية فاخر اجل لوضع الباترونات ولغلق ركن الموديلات النهائية سيكون يوم الثلاثاء المقبل، آخر أجل سيتم الغلق في الصباح، ثم سيتم جمع الموديلات لأجل برومو وتحديد يعني موعد المسابقة من طبيعة الحال أو التصويت. لا تنسوني من صالح الدعاء ولكم بالمثل وأفضل. السلام عليكم.